بتنظيم مراقبة تعليم صبرات أقيمت مدرسة صبرات الجنوبية احتفالية بمناسبة تكريم الطلبة دنيا نجم الدين رجب المتحصلة على الترتيب العاشر على مستوى وزارة التعليم من ثانوية خديجة الكبرى للبنات. تحصلت على الترتيب العاشر على مستوى وزارة التعليم. أتوجه بالشكر إلى كل المعلمين والمعلمات ولأهلي في المقامة الأولى. احتفالية تكريم التلاميذ والطلبة المتفوقين المتحصلين على الترتيب العشرة الأولى في الشهادتين الإعدادية والثانوية العام الدراسي 17-18 و18-19، هذه الاحتفالية طبعا اللي تقيمها مراقبة تعليم صبراتة، وبدوري باسمي باسم كل العاملين في مراقبة تقدم لأبناء التلاميذ والطلاب بالتهاني والتبريكات بمناسبة تفوقهم وحصولهم على ترتيب متقدمة. كما تم خلال الاحتفالية تكريم الطلبة والطالبات العشر الأوائل المتفوقين والمتميزين في الشهادتين الإعدادية والثانوية بقسميها الأدبي والعلمي للعامين الدراسيين 2017-2018 وكذلك 2018-2019. حضرها مراقب التعليم وآمر غرفة العمليات ومدير الأمن وعدد من مديري الإدارات والطلبة وأولياء الأمور. حصلت على الترتيب الأول في الشهادة الثانوية 2017-2018 القسم العلمي 98.31 كانت النسبة. نحب نوجه الشكر بالنسبة لوالدي وإخوتي والعائلة وكل الأقارب وكل الجيران، ونحب نشكر الكادر الإداري بالنسبة لمدرسة قرير الثانوية والإعدادية، ونحب نشكر بالنسبة للمعلمين والمعلمات اللي درسوني، حيث ألقيت عدد من الكلمات في حق الطلاب الأوائل وتم تكريمهم على مستوى وزارة التعليم وتقديم عدد من الهدايا لهم. مجهودات كبيرة من القائمين على التعليم ومن الطلبة والأهالي من أجل الرفع من مستوى العملية التعليمية والمستوى التعليمي للأبناء.